من مهرجان الطبول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. الأخبار الاقتصادية لدى ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا لكما إيمان ونهى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً تناول خلاله دور الرقمنة في تحسين أداء الشركات وتعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات. وأشار المركز إلى دور السياسة المالية في تعزيز الرقمنة على مستوى الشركة ومدى تباين حجم تأثير الصدمات في الشركات الرقمية وغير الرقمية على مبيعات وأرباح الشركات والتوظيف. استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بمقر البنك وفدا من مجموعة بنك التنمية الأفريقية، وذلك لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة للاجتماعات السنوية للمجموعة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 من شهر مايو الجاري. وخلال اللقاء أكد محافظ البنك المركزي أن الدولة تحرص دائماً على تعزيز أطر التعاون مع كافة المؤسسات والدول الأفريقية الشقيقة. من جانبه وجه السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي الشكر والتقدير للرئيس السيسي على رعايته ودعمه الذي أسفر عن خروج هذه النسخة من الاجتماعات بشكل استثنائي وغير مسبوق. استقبل مطار العلمين الدولي بمحافظة مطروح أولى رحلات طيران الشارتر السياحية القادمة من كازاخستان، يأتي ذلك مع بدء حركة السياحة في المحافظة خلال موسم الصيف. في إطار جهود تنويع الأسواق المصادرة للسياحة الأجنبية إلى مصر، استقبل مطار العلمين الدولي بمحافظة مطروح أولى رحلات طيران الشارتر السياحية القادمة من كازاخستان مع بدء حركة السياحة الخارجية الوافدة إلى المحافظة خلال موسم الصيف السياحي. إن شاء الله يكون موسم سياحي طيب بإذن الله تعالى، ويمكن إحنا أمس القريب من حوالي 3 أيام كده استقبلنا رحلتين قبل كده في مطار مرسى مطروح، ولكن دي الرحلة الأولى لمطار العلمين الدولي، وهذه يعني سعادتنا غامرة بهذا، وتمنيتنا إن شاء الله يكون موسم سياحي طيب. كل الناس هنا على هبة استعداد في سبيل يعني شركات السياحة موجودة، فنادق موجودة، كل ده موجود في سبيل نطمن عليهم وعلى تسكنهم وعلى وصولهم لأماكنهم. الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أهدت السائحين الكتيبات الدعائية والخرائط باللغة الأجنبية المختلفة التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغاني الفلكلورية واستعراض التنورة والأغاني ترحيبا بزوار المحافظة. موسم الصيف السياحي لعام 2023 بدأ مبكرا مع تدفق حركة السياحة الأجنبية على مطروح واستقبال أول طائرتين من إيطاليا في 23 من مايو الجاري، واستمرار استئناف وتوالي رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وارتفع رأس المال السوقية بنحو 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17,504 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 77% ليغلق عند مستوى 3,263 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4,899 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة وسط تفاؤل من المستثمرين بعد اتفاق مبدئي متعلق بسقف الدين الأمريكي، وارتفع مؤشر دبي بنسبة 7%، كما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 8%. وفي المقابل أغلق المؤشر السعودي دون تغيير، في حين انخفض المؤشر القطري بنسبة 6%.
انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى إيمان ونهى. شكرا لك ميرنا.